فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل استدان من رجل، رجل استدان من رجل مبلغا ماليا على أن يسدده أقساط على 5 سنوات، فهل يصلح للدائن أن يشترط أن الزكاة على المستدين؟ لا، ولا الدين ما ي... الدين لا يؤجل، القرض لا يؤجل، ليس له أجل محدود ولا يؤجل ولا يلزم تأجيله، بل متى استطاع المقترض أن يرد القرض رده ولو بعد يوم ولو بعد ساعة، ليس له تأجيل القرض، ليس له تأجيل، ولا يجوز له أن يشترط المقرض يشترط زكاة القرض على المقرض، لا يجوز له أن يشترط الزكاة على المقترض، إن هذا ربا، هذا يعتبر ربا. نعم.